Yaşa. جناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام طير الحرية الطاير من فوق الشام نزل عبرد الى ايراف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام علوها علو الراي سوريا صارت اي علوها صباح الخير لكل مين عم بيتابعنا بهالنهار الجديد من حياتنا. كل يوم بيجدد موعدنا معكم بمجموعة كبيرة من العناوين والضيوف بصباحنا غير يلي بمجمله بيعكس نبض الحياة بسوريا على كافة الأصعدة، وهالشي طبعا بسبب سر ما ممكن ينوجد بأي بقعة من العالم، هو توليفة صمود وانتصارات أبطال الجيش العربي السوري على كافة الجبهات إلى جانب إرادة شعب ما بيلبق فيه إلا الفرح أكيد وما بيلبق له إلا الحياة. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنت عم تتابعونا، يسعد صباحك فرح. صباح الخير إليك سلمى، وصباح الخير لكل مين انضم لنا ليتابعنا بهالرحلة الصباحية اليومية اللي بيتجدد حسب توقيت أقدم عاصمة بالعالم. توقيت الشام يلي قدرت تكون عبر الزمن مثال للعالم بالصمود والاستمرار، نبض الحياة يلي ما توقف ولا بشريان من شريانة. كل التحية لحراس الأمان أبطال الجيش العربي السوري، لكم كل التحية والسلام. طبعا فقراتنا لليوم متعددة، بنبدأها مع بعض بعد الفاصل. وفرح مثل العادة رح نبدأ صباحنا بجولة على الأخبار المنوعة، والبداية لليوم من أعصار إيرما المدمر الذي يعتبر من الأعاصير الأقوى من ناحية الحد الأقصى للرياح المستدامة في المحيط الأطلسي. ويعتبر هذا الأعصار من أكبرها، وهو تاسع عاصفة يتم رصدها وتسميتها وخلف وراءه الكثير من النتائج السلبية والمشاكل. فرح نفوق طيور الفلامينغو كان أبرز هذه المشكلات، حيث كان منتجع كايوكوكو أكثر الجزر التي تأثرت فيها الطيور، وهذه الطيور كانت رمزا للمنتجع الذي يزوره سنويا مئات الآلاف من السواح الذين يقصدون وسط الجزيرة الكوبية كي يشاهدوا هذا الطائر، وسمي الشاطئ الأساسي في المنتجع أيضا باسمه.
فرحلة حروح لروسيا، حيث نقلت وكالة انترفاكس عن رئيس هيئة السكك الحديدية في روسيا قوله أن هيئة تسعى لإدخال قطارات ذاتية القيادة لتعمل في مترو الأنفاق في البلاد مع حلول عام 2021. ويعتبر القائمون أن هذه الآلات ستسرع من آلية حركة القطارات في المترو، فحاليا تبلغ الفواصل الزمنية بين حركة القطارات في مترو أنفاق موسكو 6 دقائق تقريبا، إما بدخول القطارات ذاتية القيادة ستقلص تلك الفواصل إلى 3 دقائق فقط. ويذكر أن روسيا الاتحادية تملك واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، وتعمل على أراضيها آلاف القطارات. حتى أن الأنفاق الموجودة في العاصمة الروسية والتي افتتح أول فرع لها في عام 1935 تعتبر أيضا واحدة من أكبر وأعقد شبكات المترو الموجودة في العواصم العالمية. وإلى عالم الدراسات، حيث أفادت دراسة أمريكية بأن البالغين الذين لا يقومون بأي أنشطة معظم اليوم ربما هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بمن لا يجلسون طويلا أيا كانت عاداتهم في ممارسة الرياضة. كما تشير هذه النتائج إلى أنه لا يكفي أن تكون نشيطا أو تواظب على ممارسة التمرينات الرياضية في وقت محدد ثابت من اليوم، بل تحتاج للاهتمام بالحركة المتكررة على مدار اليوم إضافة إلى ممارسة التمرينات. فرح بالدراسة الجديدة، فحص الباحثون بيانات 7985 شخص يبلغوا من العمر 45 عام أو أكثر، وطلب منهم ارتداء أجهزة لقياس التسارع لتحديد مستويات الحركة على مدى أسبوع واحد. وقضى المشاركون 77% من أوقات استيقاظهم وهم جالسون أو حوالي 12 ساعة في اليوم، وقضى نحو 14% من المشاركون في الدراسة في فترات الجلوس التي امتدت إلى 90 دقيقة على الأقل. توفي 340 شخص من المشاركين في الدراسة بعد متابعتهم لمدة 4 سنوات في المتوسط. أما هلأ فرح، بعد هاي المعلومات رح أروح لمجموعة أخرى من المعلومات، ولكن ممكن البعض منا بيجهلها برغم أنه هي بسيطة أو يمكن بتخفى علينا بسبب ضغوط الحياة اليومية. رح نتعرف على أبرز هاي المعلومات بتقرير هل تعلم. معلومات كثيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن الذين يستعملون يدهم اليسرى في أمورهم اليومية لديهم معدلات أكبر في أن يكونوا عباقرة؟ وهل تعلم أن الشخص الذي يذهب للامتحان وهو يرتدي نظارة طبية سيشعر بالثقة والتركيز والذكاء؟ وهل تعلم أيضاً أن إحدى الدراسات تقول أن المرأة المعتادة على التسوق بشكل دوري تقل لديها أعراض الاكتئاب؟ وأخيراً، هل تعلم أنه من أكثر الأشياء التي تعدل المزاج هي رائحة الليمون؟ أما هلأ سلمى، وصلنا لفقرتنا الأولى، ودائما مع إرادة الحياة والشغف بجميع مفاصلها من ثقافة وفن. أكيد سلمى عم نحكي عن مهرجان الشام الأول يلي كان أكبر دليل على إرادة الحياة، على قديش فعلا لسه العالم عنده شغف، وكان خير دليل عليه المهرجان يلي استقبل عدد كبير من النجوم بالوطن العربي. حتى نحكي أكثر أكيد عن هذا المهرجان بسنة يكون معنا عبر الهاتف دكتور جوان قرجولي، هو مدير الأسد، دار الأسد للثقافة والفنون. صباح الخير. صباح الفل، يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. كيفك استاذ جوان؟ الله يخليك، يسعد صباحكم. اول شيء يعطيكم العافيه، يعني خلينا نقول انه المسرح المكشوف بمجمع دمر كان السنه كثير له وقع، وحفلاته كان كثير لها اثر ايجابي عند الناس. خلينا ناخذ ونحكي عن حفل نصيف زيتون، هو اخر الحفلات بمهرجان الشام الاول. الحقيقة هو حفلنا، يعني مثل ما بتعرفوا
هو احد الحفلات المهمه اللي عملناها بهذا المسرح، ونحن هذا المسرح هو يتبع لمجمع دمر الثقافي اللي نحن عم نسميه اوبرا دمر. نحن عندنا هذا المسرح بنعتز فيه، وبنعتز بكل شخص اعتلى خشبه هذا المسرح، وبنعتز بجمهورنا يلي مثل ما تفضلتوا بالبدايه يلي عنده اراده الحياه، اراده الفرح. هذا التاريخ الكبير يلي عندنا نحن من 7000 سنه واكثر من 7000 سنه يستحق انه يفرح وانه يعيش بسعاده. حفل نصيف هو واحد من الحفلات يلي الحقيقه مهمه، ليس الاهم ولكن هو واحد من الحفلات المهمه، لانه كمان الحفلات اللي قبله كان جدا مهمه على الصعيد الفني وعلى صعيد الجمهور. نعم، كمان عم نحكي نحن عن اعداد هائله من الناس والسوريين اللي توجهوا لهذا الحفل، سواء بحفله نصيف زيتون مثل ما حكينا، حفله محمد المجذوب، وايضا اياد الريماوي اللي طلب تكراره لاكثر من مره، فكيف نحن ممكن نرضي جميع السوريين اللي ممكن ما حالفهم الحظ وقدروا يتوجهوا ويكونوا ضمن هي الحفلات؟ هلا بصراحه يعني اذا بدنا نحكي بصراحه شوي، نحن انا نرضي الكل هذا مستحيل، لانه بتعرفوا يعني هو استيعاب المسرح حوالي 2700 شخص، عم يكون احيانا بالحفل 3000 و4000، حفل امبارح كان في 4000 شخص، لكن حتى لو عملنا الحفل على مدى يومين او ثلاثه واربعه، هذا الكلام اولا ما راح يرضي كل الناس، ثانيا مكلف جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للفنان اللي عم يقدم. هلا نحن انا بتمنى يعني من كل الجمهور من الغالي يلي ما بيقدر او ما صح له يحضر هذا الحفل يحضر حفل اخر، يعني هذا التهافت الكبير والضخم والغير مسبوق على البطاقات هذا شيء صحي، لكن بنفس الوقت له يعني خلينا نقول محظور اخر. عدد الضخم من الجمهور وحضور هذا الحفل صار علينا خطر حقيقه، يعني لانه عدد ضخم كثير، وخصوصا وانا يعني هذا لازم نحكيها وانا تعودت اكون صريح دائما، وخصوصا بعد نهايه الحفل يلي كل الناس عندها رغبه انه تتصور مع الفنان الفلاني، وبالتالي يعني صار في اشكالات معينه وصار في بعض التوتر بس لمشان ناخذ صوره، يعني الشعب السوري اهل البرستيج واهل الفن واهل الرواء واهل الاكابريه، نحن جايين نحضر حفله ما جاي نركض وراء فنان. هلا الفنان لما ما بده يتصور مع حدا فهو حر، ما فينا نفرض على حدا، لكن الجمهور اتمنى يكونوا شوي اتقل واوزر من هيك. هلا بالعموم انا اسف هاي الصراحه بس لازم ولا يهمك استاذ جوان، بالعموم عاده يعني الناس بتحب وخصوصا مثل ما قلت الجمهور اللي بيحب فنان معين فبيكون عنده هاي الشغف، حاله شغف انه يتصور معه صوره للذكرى، وان شاء الله يعني بالمرات القادمه يكون في حفلات واللي ما قدر يتصور سابقا صور، هذا الشيء بينم على انه تعذبتوا شوي، كان في مجهود يمكن. الحقيقه كان في منغص وفي بعض التجهيزات اللي انكسرت للاسف الشديد وفي بعض الاصابات حتى. نحن دائما استاذ جوان نتمنى انه يكون في وعي اكثر وتقدير لهي الحاله ولهي الاعداد يلي فعلا كبيره، يعني ما بدنا الحفله تقلب لشيء ثاني لا سمح الله شيء ما منيح. بالختام استاذ جوان خبرنا عن مشاريعكم سواء بدار الاسد للثقافه والفنون وشو محضرين لنا نشاطات. في عنا كثير اشياء، في عنا حفلات حلوه، نحن اليوم عنا المؤتمر الاول لاتحاد الصحفيين وحتشارك هاي الفرقة الوطنية للموسيقى العربية مع الزميلة صديقتنا ليندا بيطار. في عنا حفلات الأوركسترا ماريا، عنا حفلات الفرقة السيمفوني الوطني، وعم نحضر لمفاجأة المهرجان الإضاءة المسرحية. يمكن يكون في عنا مهرجان لمدة أسبوع لفن الإضاءة، وهذا رح يكون مفاجأة إن شاء الله. يمكن هذا أول مرة يطلع هيك مهرجان بسوريا. صحيح صحيح. وطبعاً بالمسرح المكشوف في عنا حفلتين يحضر لهم، وحده للفنان ريان قادم ان شاء الله، اتمنى ما يصير في عندنا مشكله بس بالجمهور وبدون سلفياتكم. فريان قادم ان شاء الله خلال فتره ما لها كثير بعيده، يعني ما تتجاوز 15 يوم ان شاء الله. نعم بدنا نشكرك استاذ جوان قرجولي، واكيد الاخباريه السوريه موجوده اليوم عندكم بدار الاسد للثقافه والفنون لتغطيه مهرجان الاعلام السوري الاول. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك استاذ. شكرا ميرسي. شكرا. اما هلا سلمى فلازم ننتقل للحدث اليومي اللي بيسجل بذاكرتها وممكن يصير حدث مميز بهي الرزنامه، شو صار بمثل اليوم؟ خلونا نتابع مع بعض. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر.
في مثل هذا اليوم من عام 1939 القوات السوفيتية تسيطر على شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1991 كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال تنضم إلى الأمم المتحدة. وفي مثل هذا اليوم من عام 2008 مقتل 16 مواطن يمني في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من عام 2016 وقوع انفجار بسبب قنبلة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة وأسفر عن إصابة 29 شخص. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1869 كريستيان لويس لانغ سياسي نرويجي حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1921. وفي عام 1953 سلوى القطريب ممثلة لبنانية. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1574 دي أفلس مستكشف وبحار إسباني. وفي عام 1994 كارل بوبر فيلسوف إنجليزي. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. أكيد فرح بروزنامة اليوم تسجل حياة أو وفاة عدد كبير من الشخصيات اللي تركت أثر عبر التاريخ. من شخصيتنا لليوم رح نتعرف عليها بالتقرير التالي. سافرنا سافرنا كتير شفنا كتير بسفرتنا مهما العالم قدو كبير كل العالم عرفتنا. سافرنا سافرنا كتير شفنا كتير بسفرتنا مهما العالم قدو كبير كل العالم عرفتنا. شفنا حلوة بسهرية وقلنا لا يا صبي ما يعرف انت من وين غني لك شي غنية. بمسيرتها الفنية التي امتدت ربع قرن استطاعت أن تحفر أغانيها في ذاكرة جيل بعد جيل. سلوى القطريب ممثلة ومطربة لبنانية ولدت في عام 1953 تتلمذت على يد والدها صليب القطريب عازف العود اللبناني الشهير. بدأت حياتها الفنية في المسرح الغنائي ثم انطلقت لتشكل مع روميا لحود ثنائياً متميزاً. إلى جانب هذا فقد قدمت العديد من الأغاني المميزة مثل حول يا خيال الليل، أستاذ الأبجدية، وطال السهر، وليالي العيد. غمضت عيوني تشوف العيد لا شفت العيد ولا درب بعيد وبعت من الليل رميون. تلك الأغاني التي لمعت بها في السبعينيات والثمانيات من القرن الماضي. تعتبر القطريب نجمة استعراضية محببة وخفيفة الظل عند جمهور يدرك جيداً أنه عندما يقصد المسرح في عز الحرب الأهلية أنذاك فإنه سيتابع عملاً فنياً متكاملاً ويشبع أذنيه من صوت سلوى وأصوات زملائها من فناني ذلك الزمن مثل عبد ياغي وملحم بركات غسان صليبة وسمير يزبك وطوني حنا والأمير الصغير. سلوى القطريب كانت بطلة المسرح الدائمة منذ عام 1974 وخصوصاً بعدما غابت الشحرورة صباح عن مسرح روميو لحود. سطع نجمها وقدمت العديد من الأعمال مثل مسرحية بنت الجبل مع أنطون كرباج وأسمك بقلبي ثم الأميرة زمرد وأكسجين مع إلي شويري وياسمين وسوبر ستار إضافة إلى حكاية أمل مع غسان صليبة إلى جانب عدد كبير من الأعمال. في وقت متأخر من مشوارها الفني فضلت سلوى الابتعاد عن الأضواء أو الظهور في وسائل الأعلام مكتفية بتقديم تراتيل دينية في مناسبات معينة، ثم ابتعدت في أواخر حياتها نهائيا عن الغناء والمسرح لترحل عن عالمنا عن عمر 59 عاما في الرابع من آذار من عام 2009
إثر إصابتها بنزيف حاد بالدماغ، لتغادر هذا العالم جسداً وتبقى حاضرة بأذهان الأجيال بأغانيها الحية والتي جددها عدد كبير من الفنانين بأصواتهم. شهدت دورة العام الحالي لمهرجان الغدير الدولي مشاركة واسعة على المستويات المحلية العربية والدولية. فرح كان حجم واسعة، تنوع بين المشاركات الفنية الإعلامية وغيرها، وحصلت الإخبارية السورية على جائزة خاصة من المهرجان، وذلك لتغطيتها الإعلامية المتميزة للأحداث في سوريا خلال الحرب. التفاصيل في رسالة مفدتنا إلى المهرجان الزميلة زينب مخلوف. نحن بتغطية خاصة لمهرجان الغدير بدورته 11، وصلنا إلى اليوم الختامي حيث تم تكريم العديد من الشخصيات الفنية وأيضا المسلسلات الدرامية، الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية من خلال عدة شخصيات التي تمثل عدة دول عربية. طبعا كان نصيب سوريا هو بتكريم إذاعة سوريانا بجائزة عن برنامج إذاعي حكمة ضمير، وأيضا تكريم الإخبارية السورية بتكريم خاص لتغطيتها السياسية للأحداث السياسية والميدانية بسوريا المميزة. تابعونا. عرفنا عن حضرتك، جائزة عن أي فئة ربحت، وأيضا شو بتقول بالمناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلامي محمد الخادي ممثل لصحيفة الدستور العراقية التي فازت بأفضل صحيفة متكاملة خلال مهرجان الغدير الدولي المنعقد بدورته 11، ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات الناجحة في بعث أو إرسال الإعلام ورسل الإعلام، واعتبار يعتبر محبة وتسامح، ونقول إن شاء الله إلى سنوات مقبلة وإلى نجاحات أخرى إن شاء الله. إحنا في هذه المناسبة نقول هذا أكبر دليل على بأن هذا الصحيفة راح يصيد بالأهمية أكثر وتكون في تطور أكثر لما نالته. وبالمناسبة هذه أنا أحصد الجائزة الرابعة خلال المهرجانات التي عقدت على مدى 11 عاما. شو بتحكي لنا اليوم عن تسلم الجائزة بمهرجان؟ أول شيء حأحكي عن العمل ذاته، هو تحت عنوان هموم مقدسية، هذا بحاكي مشاكل ومعاناة أهل المقدس مع الصهاينة كيف بيعملون بالداخل، وهذا اللي شيء إنه بعيد كلياً عن ما نحن بنعرف. يعني بالداخل في كتير الإعلام كتير مغطى هيدا الشيء، حاولنا إنه من خلال هذا العمل إنه أقدر أبرز معاناة ومشاكل أهل الداخل لبرا، وتقدر العالم تشوف هيدا المعاناة على حقيقتها وعلى واقعها. وإلى فقرتنا التالية، فسبع سنين من الحرب على سوريا ما قدرت تعرقل أو تعطل أي جانب من جوانب الحياة فيها، بالذات الفن والإبداع، على العكس تماما، فمن رحم الألم ولد الإبداع.
أكيد فرح. رح نحكي عن مختبر خلق، وهو خلينا نقول العرض التاسع لنستولوجي، وهي العمل اللي عم تقدمه فرقة سوريا للمسرح الراقص من تأليف وكريكو غارف وإخراج مؤسس الفرقة الفنان نورس بروي اللي هو ضيفنا لليوم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك نورس، أهلا وسهلا فيك عن جديد. خلينا نحكي اليوم عن مختبر خلقي اللي هو من مختبرات نستولوجي مشروع سوريا للمسرح للمسرح للرقص المعاصر، خبرنا أكثر عنه وهو شو هو مشروعكم؟ حقيقة هلأ هو إذا بنعتبره على مستوى العروض لفرقة سوريا المسرح الراقص من وقت تأسيسها لليوم فهو قد يكون العمل التاسع يعني، بس نحن يعني آثرنا شوي إنه ما نسميه عرض ونسميه أكثر بمختبر، مختبر تجريبي من ضمن مختبرات نوستالجي. نوستالجي هو أحد عروض الفرقة يلي قدمت مؤخرا ويلي طبعا بتختص يعني الكونتمبرري جاز المودرن يعني إلى آخره من أنواع الرقص المعاصر والحديث بالعالم، والمستند طبعا لمدارس رقص عالمية كبيرة مثل نينا باوش، مثل مارتا جراهام، مثل هاي المدارس الكبيرة يلي طلعت شوي من نطاق خليني أقول الباليه الكلاسيكي ومدرسة رودولف نورييف وإلى آخره من هاي المدارس. سوريا بلد يعني عمرها 7000 سنة من الحضارة بالنهاية، فهي قادرة أن طبعا تواكب العالم بال2017 وبالألفية الثالثة ولسه تقدم كمان يعني من منظورنا مو 70 سنة ولا 700 وإنما 7000 سنة قادمين أيضا من الفن وخليني أقول الديناميكية بالتعامل مع التطور خليني أقول والحداثة بالعالم، يعني بخروج خليني أقول من نطاق الفولكلور والموروث يلي أكيد نحن بنفتخر فيه وبنعتز فيه، ولكن اليوم في عجلة عم تمشي بالعالم. سوريا المسرح الراقص قدمت أعمال عديدة، منها أعمال كبيرة طبعا على مستوى دور الأوبرا، منها بسوريا ومنها خارج سوريا مثل درب المجد، سوريا قصة حب، إنسان، وأعمال كثيرة طبعا، ولكن كان بيغلب عليها الطابع الكلاسيكي خليني أقول الباليه الكلاسيكي يلي كمان فيه جانب كبير من الفولكلور أو التراث السوري المشرقي بشكل عام يعني من خلال هاي الأعمال يلي عملناها. نوستالجي هو خليني أقول الخطوة الجديدة بسوريا للمسرح الراقص. نوستالجيا أو نوستالجي هو طبعا باللغة العربية مصطلح يشير إلى العودة إلى الرحم. نحن بإسقاط مننا لهذا المصطلح عملنا يعني أو اعتبرنا العودة إلى الرحم السوري. فينا نقدم سوريا بطريقة مختلفة وخصوصا بعد 7 سنين من الحرب. من المعروف طبعا أنه من أبرز إفرازات أي حرب بأي بلد بالعالم أو أي أحداث بالعالم هو الأدب والثقافة والفكر. عنا إفرازات سلبية كتير طلعت، ما بيمنع أنه نحن نكون إحدى هاي الإفرازات الإيجابية مثل ما أنتوا بالإعلام طبعا الحربي والمقاوم كمان من الإفرازات الإيجابية والهامة يلي بكرة قد تدرس مع الوقت للناس. في حالة من الأكاديمية بتسيطر على مشروع نوستالجي كونه مختص بالرأس المعاصر، قدمنا مختبر خلق يلي هو بيلخص فكرة خليني أقول فلسفية شوي خارجة عن الأحداث وعن الحرب وعن الأزمة وإلى آخره، شوي ناقشنا بأسلوب راقص موضوع تطور مشاعر الإنسان عبر التاريخ يعني من فكرة الأسطورة آدم وني أو آدم وحواء ويعني وبالجاي للعصور يلي مرقت للمعاصرة من خلال 5 محاور خليني أقول أساسيات: البحث عن الشريك، البحث عن المشاعر، البحث عن الوطن، البحث عن الموسيقى، البحث عن الجسد والرأس، ومن ثم البحث عن الحب بأسلوب معاصر. حاولنا نقدم هاي الأفكار بمختبر مش بعرض وإنما بمختبر عنوان خلق مثل ما قلت وبأسلوب الرقص المعاصر البحت يلي مستوحى بالأساس بالاعتماد طبعا وبالاقتباس من مدرسة نينا باوش العالمية العظيمة والكبيرة بهذا المجال. حقيقة تفاجأنا بردات فعل الجمهور السوري يلي حقيقة والصحافة وأنتم منهم يلي عبرت عن خليني أقول عمق هذا الجمهور وعن ثقافته وعن اطلاعه وعن معرفته، يعني كانت إيدنا على قلبنا شوي نحن وعم نقدم مختبر يختص بالرقص المعاصر وإنما يعني ما بيختص بالفولكلور أو بالتراث وإنما عم يقدم حالة أكاديمية وفكرة فلسفية بحاجة لنقاش ما قبل العرض يعني أساساً لتوصل، ولكن وصلت بشكل جميل ولمسنا من خلال الناس والمواد اللي كتبتها الصحافة وإلى آخره، وكان هذا الشيء شرف لأنه محفز ليكون خلق هو جزء من عرض كامل متكامل بيختص بالرقص المعاصر إن شاء الله حيكون بأول العام القادم يعني. إن شاء الله. يعني نورس مثل ما قلت يمكن الرقص المعاصر هو بحد ذاته كنوع من أنواع الفن يحتاج دائما الإبداع، يمكن خلق
أفكار جديدة ومسموح فيه تطوير بشكل كتير كبير، وهذا الشيء بيخلي الناس تتقبل هذا النوع صحيح. شو ما كان بالأفكار اللي موجودة فيه. اليوم هذا المختبر وأنت مصر تسميه مختبر، قديه يمكن هاي الأفكار اللي اخترتوها أنه تلامس الوطن، تلامس الإنسان، تلامس المشاعر؟ خلينا نحكي عن هاي مرحلة التحضير، يمكن الفكرة الفلسفية دمجة مع الحركة، حركة جسم الإنسان، قديه بتاخد منكم وقت؟ كيف بتم؟ هل بتعملوا ورشة مثلا مثل ما السيناريو الفيلم بينعمل عليه ورشة؟ هل بتعمل ورشة لتأليف الرقص المعاصر وخصوصا بهذا الموضوع؟ هلا هو سلمى، حقيقة أولا ما بيخفى على الكل أنه في البدء كانت الكلمة، والكلمة هي عماد كل شيء بالحياة، عماد كل شيء فني إعلامي إبداعي، عماد الحروب، عماد الشعراء، عماد كل شيء بالحياة يعني. نحن من هذا المبدأ انطلقنا بفكرة خلق، أنه لو ما الكلمة كانت موجودة بالأساس ما كنا بنطلع لنتيجة العلاقة بتطور المشاعر وثقافة الشعوب، وهذا التطور يلي له علاقة بالتمدن والتحضر ويلي بتفرع على كتير جوانب، العلاقة بالإبداع والعلم والفن والأدب وإلى آخره يعني. وخصوصا أنه برجع بقول لك سوريا يعني 7000 سنة من الحضارة، يعني هي أكبر من يعني عفوا بعتذر ما بقصد شيء، ولكن هي أكبر من 2017 سنة وأكبر من 1437 سنة، هي وراها تاريخ ممتد إلى حضارات ناقشت هي الأفكار الفلسفية بالبدايات، ربما غابت مع الوقت بسبب أفكار ظلامية، بسبب استعمارات معينة، بسبب هجمات مجتمعية معينة، انغلاقات معينة، لكن السوري دائما قادر أنه برغم الحروب وبرغم كل شيء أنه يطلع بإبداعه من يعني خليني لك من زخم الأزمة يلي بيكون عايشة. مرحلة التحضير حقيقة كانت مرحلة شبيهة جدا بالدروس اليومية يلي لها علاقة بسوريا للمسرح الراقص. نحن كنا عم نقول للناس أنه رح تحضروا مختبر وليس عرض بالدرجة الأولى، مش لا ولا تحصين ولا موضوع احتراز لأي نتيجة قد تكون، وإنما فعلا هي كانت حقيقة أنه أنتم جايين تحضروا درس مفتوح بالدرجة الأولى، تقيموا من خلاله يلي راح تشوفوا بناء على أنه هو درس ومختبر وإنما ليس عرض. هو من دروس سوريا المسرح الراقص اليومية، دائما بسوريا المسرح الراقص في حرص على أنه هاي الدروس الأكاديمية يلي هي عبارة عن درس تكنيك يومي ودرس باليه كلاسيكي يومي وحديثا درس معاصر ودروس نظرية أخرى وبشكل يومي هي تكون الأولوية قبل وأهم من أي عرض أو شو ممكن نقدمه أو بيرفورمانس ممكن نعرضه للناس بأي مناسبة كانت. يعني هو بناء الفنان خليني أقول يلي بيجي لعنا من الصفر بمختلف توجهاته المجتمعية والفكرية وإلى آخره، بغض النظر عن البيئة يلي جاية منها، بيتطبع بسوريا المسرح الراقص فنيا وبيضلوا بهذا النهج الأكاديمي ليطلع وسوريا تكسبه بالأخير كفنان وكمبدع وإلى آخره. نعم. يعني نورس، ما فينا اليوم ننكر ضغوط الحياة يلي فعلا هي موجودة عند كل شخص فينا، قد ما كان سلمى متفائل وقد ما كان صحيح. مبسوط بحياته، دائما في ضغوطات معينة بس بتختلف طبعا طريقة العلاج من شخص لتاني. اليوم بفرقتكم قد ايه بتحسوا انه فعلا انتم قادرين مو بنقول نحن ننسلخ من هذا الوضع، لا، بس نحن نروح لعالم ثاني، يمكن عالم احلى، العالم يلي نحن اكيد بنطمح عليه، فقد ايه بتحسوا انه الفرقه وحاله الانسجام يلي بين بعض بتحقق لكم هذا الشيء؟ انا بشكرك على هذا السؤال لانه حقيقه هذا جزء من مشروع فرقه سوريا المسرح الراقص يلي تبنته من اكثر من 3 سنوات وخصوصا بجيل الاطفال. يعني نحن كنا عم نقول انه اليوم الطفل للاسف الجيل الجديد عم يوعى على مشاهد يعني بالنهاية أنا كمان بشتغل بمجال الإعلام وبقسم الأخبار وإلى آخره، بعرف تماما هذا الجيل شو عم يشوف اليوم، عم يشوف الحرب والدمار والقتل والرصاص وإلى آخره، هو المفروض يكون مخلوق ببيئة أخرى. بعرف الأهل عم يعملوا يمكن أكثر من ما عليهم لحتى يغيبوا هدول الأطفال عن هذا الواقع، خليني أقول الظلامي، يعطوهم الشيء الصح منه أو الجانب الصح منه ويبنوا لهم مستقبل مشرق وإلى آخره. ولكن يعني سوريا المسرح الراقص بيوم من الأيام فكرت بأنه هي إذا بتتبنى مشروع الأطفال يلي يعني له علاقة بأنه نحن 4 ساعات يوميا، بدل ما هالطفل يعني هلا عم نحكي عن الأطفال ما عم نحكي عن جيل الكبار، بدل ما هالطفل يروح يعني يتأثر بالمحيط الموجود يحضر تلفزيون أو حتى يندمج بالشارع، واليوم ألعاب الأطفال هي عبارة عن سلاح وعن يعني في 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 شيء حيصير متطبع بالنفس مع الوقت، لا قلنا نحن منغيبهم لمدة 4 ساعات بجو أكاديمي له علاقة بالفن وله علاقة بالباليه وله علاقة بالرقص
وحتى احيانا نطلع عن مجالنا شوي لنوعيهم على اشياء ثانيه حلوه بالحياه موجوده. هي خليني اقول مرحله تغييب متعمده، بس هدفها نبيل، يعني نبيل بالدرجه الاولى، ما في من وراها اي هدف سلبي، باستثناء انه يعني هذا الطفل فعلا يطلع هو عنده ثمره المبدع، يعني يلي بيقدر ينطلق من خلالها لاي شيء بده اياه بالحياه من دون ما يكون بهال 24 ساعه عايش جو السياسه والحرب والازمه وهي حديث الناس يعني بالنهايه. نحن بنطلعه شوي من هالحديث. اكيد يعني نورس الرياضه يوميه مثلا 10 دقائق او ربع ساعه يوميا تغير دورة دموية لجسم الإنسان. كيف صحيح. بالرقص هو أكتر شيء بحاجة لليونة وبيطلع كمان مثل ما قلت شيء من نفسية الإنسان. اليوم يمكن يكون في كتير ناس عم تتفرج علينا، ممكن ناس لأول مرة تعرف عن الفرقة، شو بتحب تقول لهدول الناس اللي ممكن يخلوا أولادهم يخطفوا هيك لحظات من الزمان ويعيشوا فيها حياة تانية، يعيشوا شوية فرح، يتعلموا شيء، يتثقفوا بنفس الوقت يتحصنوا نفسيا؟ هلا يعني اول شيء انت ما بتتخيلي انا مستوى تقديري وحجم تقديري لكثير من الاهالي يلي اليوم ممكن عم يتابعوا سوريا المسرح راقص عن طريق السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر، انستغرام الى اخره، عم يشوفوا صور، عم يشوفوا فيديوز من الدروس او من العروض او الى اخره، عم يصير عندهم هذا الحافز لحتى انه بدهم ابنائهم فعلا يتعلموا بشكل غير تجاري، يعني مش بالنهايه هذا مشروع للبلد، يعني بخص سوريا المسرح الراقص هو ما له مشروع تجاري ابدا ولا فيه اي مربح مادي او هدف مادي، فعم يكون عندهم هذا الحماس وهي بهي الجهة يلي اليوم أنا بكل فخر بعتبرها جهة أكاديمية ثابت على حالها يلي هي سوريا المسرح الراقص، وطبعا بدعم أنا ما بقدر أنكره أبدا ولا بقدر أنساه من دار الأوبرا دار الأسد للثقافة والفنون، وعلى رأسها طبعا يلي بوجه له تحية كتير كبيرة يمكن كان معكم شوي دكتور جوان قرجولي، يلي يمكن لولا دعمهم اليوم ما كانت سوريا المسرح الراقص عم تاخذ مكانة أو الحيز المناسب بالحالة السورية والمشرقية خليني أقول بشكل عام، حتى أنه صحف يعني مثل الاندبندنت وغيرهم من الصحف كتبوا عنا وهي صحف أوروبية ما بتوصلون منا غير الصورة والفيديو وما في مجال هون لموضوع العلاقات العامة وكتب لي إذا بتريد وإلى آخره، هون ما في مجال، هون بتكون حالة مصداقية كاملة. بس بالمقابل كمان لازم يعرفوا أنه ما في استسهال أبدا بالموضوع، يعني يلي بده يجي يتعلم رقص أو يحط أولاده يتعلموا رقص سواء بجيل أطفال أو بجيل بعمر المراهقة أو بعمر كبير، هو ما له موضوع يعني مثل ما بنقول باللغة الدمشقية ما له سيران، يعني ما له نزهة أبدا، يعني هو فعلا موضوع جدا رح يلاقوه صعب بالبداية، حيكون في دروس العلاقة بتكنيك الجسد وبليونة الجسد، في وجع، في ألم، في صريخ، في تحمل، يعني في هاي المتعة إمتى بيلمسوها؟ بيلمسوها بعد النتيجة، يعني بعد فترة لما يشوفوا هاي النتيجة طرقت على أجسادهم وكيف صار في توافق ما بين العقل والإذن والسمع وما بين الجسد يلي إلهم فترة عم يشتغلوا عليه بشكل أكاديمي برجع بأكد وبشكل علمي ومنهجي وبإشراف حتى مختصين، حتى في أطباء وفي يعني مختصين فيزيولوجيين بيكونوا مواكلين لفرقة سوريا المسرح الراقص لو لأي حالة طارئة أو لأي نصائح أو إلى آخره، يعني لازم يعرفوا انه هي ما لنا نزهه، هي شيء جدا جاد بده تفريغ وقت وبده تفريغ طاقه. اذا ما اعتبرنا انه فعلا علاج جديد اي طبعا ممكن يدخل انه هذا فعلا علاج جديد ما له مثل ما قال نورس لا نسيران ولا نزهه ولا شيء. طبعا في كثير دول بالعالم اليوم عندها علاج بالرأس، يعني علاج نفسي وعلاج مثل ما في علاج بالموسيقى، وانا مبسوط انه صار حديثا صار كمان برعايه الدكتور جوان قرجولي انه صار في شيء اسمه علاج بالموسيقى بسوريا، يعني كمان بدول العالم في علاج بالرأس وبحسب بقى توجهات كل شخص وشو بيهوى اكثر ما بين الموسيقى والادب واي شيء جميل بالحياه هو ممكن يكون علاج، يعني انا مؤمن بهذا الشيء. حكينا عن العلاج للاطفال بالرقص، اليوم كمان البالغين والشباب عندهم جهود كبيرة بفرقتكم وعم يشتغلوا أكثر على حالهم، خبرنا كيف عم بتكون الدورات التخصصية واليوم وين وصلت الفرقة لوين؟ حقيقة هلأ وين وصلت أنتوا أدرى، أنتوا بتعرفوا هذا التقييم برجع لألكم، يعني ما حدا بيحكي بالنهاية عن شغله قد ما كان، يعني صدقا مو مسألة تواضع، وإنما نحن بكل فترة وفترة عم نتفاجأ يعني بهذا الجمهور أو هي القاعدة يلي عم تكبر، هي قاعدة سوريا المسرح الراقص الجماهيرية، عم نتفاجأ بردود فعل الناس الجميلة، ما عم نتعرض لانتقادات سلبية الحمد لله، يعني هذا موضوع جدا مهم وخصوصا من أيضا الجهات الصحفية اللي عم تواكب يعني
هذا العمل. يمكن السبب لأنه نحن عم نشتغل بالدرجة الأولى على الفكرة وإنما ليس على الاستعراض. يعني يمكن أنا واحد من الناس اللي بعترف بمختبر خلق كان اعتمادي بالسينوغرافيا على يمكن على فرشة الرمال أو التراب على المسرح بتعبير بسيط جدا على أنه الإنسان يلي لابس من نفس هذا اللون هو من التراب وإلى التراب. يعني هي الفكرة الفلسفية يلي عم نحكيها بعيدا عن التوجهات الدينية لأي شخص. ما كان في سينوغرافيا أكثر من هيك باستثناء طبعا الإضاءة. وهي يمكن بسوريا من 2005 لليوم ما صارت إلا مرة واحدة بمسرح الأوبرا لما الفنانين طبعا اللي موجه لهم تحية جهاد سعد وبسام داود قدموا الأسطورة الشهيرة هجرة أنتيغون. كمان يمكن وقتها عملوا هذا الشكل السينوغرافي. من وقتها ما كان في أي تعديلات مهمة إلى علاقة بالسينوغرافيا. كان في الاعتماد على البهرجة والديكور والاستعراض الزايد. ويمكن شفنا هذا الشيء مؤخرا بعدة افتتاحات كبيرة بالبلد وبعدة أمور استهجنوها الناس حقيقة. أنا هلا ما بدي أذكر الله يوفق الكل، ولكن يعني في كمان أحيانا في استهانة عم يكون بالعقلية السورية فيما يقدم من على المسرح. حتى على صعيد الأزياء كان زينا جدا بسيط، له علاقة بفكرة العمل فقط يلي هي نابعة من جسد الإنسان فقط. ودائما أنا بقول إنه الجسد هو صدقا أصدق يعني من الكلام تعبيرا مليون بالمية. الجسد ما بيعرف يكذب، الكلام بيقدر يكذب. الكلام بتقدري تعمليه منمق، خصوصا اذا كنت اعلاميه مثلا او شاعره فيك تعمليه تماما، فيك تعمليه منمق، فيك تكتبيه بالصيغه اللي بدك اياها، فيك تفكري فيه وتحكيه بالطريقه اللي بتحبيها. بس الجسد ما بيعرف يكذب. الجسد شو بيحس بيتصرف، شو بيحس بيعمل، شو بيحس بيعبر وبيساوي وبيترجم. اليه الفهم عند الناس هي بتبقى مختلفه. اكيد نورس كمان اليوم كنت معنا وحكينا فعلا عن ارقى انواع التعبير، وهي تعبير بالرقص والمسرح الرقص. تحيتنا اكيد لكل فرقتك ولكل جهودكم الجباره خلينا نقول يلي فعلا عم تحاولوا تنشلوا فيها من هذا الواقع يلي كان صعب فعلا على كل السوريين. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم. شكرا كثير لك نورس. شكرا شكرا جزيلا. شكرا للاخباريه، انا دائما خجلان قدام الاخباريه يعني هن المواكبين دائما. شكرا جزيلا. شكرا لك نورس. أما هلا مشاهدينا رح نروح، وبهدف نشر الثقافه والانشطه الثقافيه بريف بنياس اقام المركز الثقافي مهرجان دير البشل للثقافة والفنون الثاني برعاية شعبة الحزف في بانياس، ويستمر لمدة 3 أيام. تفاصيل أوفى مع مراسل إخبارية حسام الشب. بهدف نشر الأنشطة الثقافية بريف بانياس أقام المركز الثقافي في بانياس مهرجان دير البشل للثقافة والفنون الثاني برعاية شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي. هذا النشاط يأتي ضمن الثقافة التي تنتشر في ثقافة سوريا أمنا الكبيرة بنشر ثقافة المحبة بدءا من المركز الثقافي إلى هذا الجبل الأشم، حتى في أماكن تواجد، حتى في أصغر تجمعات، ليظهر أن هذا الإنسان السوري الأصيل يمتلك هذه الثقافة التي ورثها من آلاف السنين. مهرجان دير البشل للثقافي والفنون في عامه الثاني 2017، هذا المهرجان أتى في إطار الانتقال بالمركز الثقافي إلى مختلف المناطق، إلى الريف، ودير البشل القرية من قرى بانياس. هذه القرية فيها مثقفين وفيها كتاب وفيها حتى الأطفال عندما سمعوا بالمهرجان هرعوا إلى مكان المهرجان. المهرجان يستمر 3 أيام. اليوم الأول راح يكون للشعر، في اليوم الثاني راح تكون أمسية زجلية، هذا النوع أي الزجل من النوع المحبب لأهل المنطقة. في اليوم الثالث أيضا هناك حفل فني طربي يتخلله أغاني تراثية. المهرجان هو خطوة لنقل المعرفة والثقافة والفن إلى مدارس الريف من أجل إعادة إنعاش المجتمع المدني، ومن أجل الكشف عن مواهب في المدارس وفي الأرياف. تضمن المهرجان أمسيات شعرية وزجلية إضافة لحفلات فنية وتراثية. هذا المهرجان السنوي الذي نشارك فيه دائما أشبه بالعيد السنوي في هذه المنطقة، ويشارك فيه عدد كبير من الأدباء والشعراء والمفكرين والمغنين أيضا، بالإضافة إلى فرق الكورال. نحن دائما نتمنى أن يكون في كل قرية
مهرجان في كل قرية عرس لهذا الوطن، وخاصة في ظل هذه الانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري. كانت الفكرة الانطلاق الخروج إلى القرى، نقل النشاط الثقافي إلى حيث البيئة المحلية، لأنه ربما لا نستطيع أن نستقطب الجميع أو نجذبهم إلى المركز الثقافي إلى أقطاب المدن، خاصة في مواسم العمل ومواسم المدارس. فقلنا نحضر إليهم بما لدينا بحيث أنه يستمعوا لنتاجات الشعراء والأدباء ويتعرفون عليهم. تهدف فعاليات المركز الثقافي إلى نقل أنشطتها إلى الريف وعدم حصرها بالمركز فقط، بما يساهم في تنمية الحركة الثقافية في بانياس. أما هلا مشاهدينا فصار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح الفرح وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري اجتثاث آخر تجمعات إرهابي تنظيم داعش من قريتي الشندخية الشمالية وأبو جريس بريف حمص، ونتابع فيما يلي هذه المشاهد من عمليات الجيش العربي السوري في هذه المنطقة. بعد السيطرة على القرية عنق الهوى، تستمر القوات بالهجوم على التلال المقابلي رسم الطويل تلول الخنازير باتجاه قصر جريس، باتجاه قرية أم جريس، بعد الشندخي الشمالي، والآن إن شاء الله الشندخيات الشندخي الجنوبي، وتلتقي بالقوات الصديقة المهمة. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون حل الأزمة في سوريا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا الوضع الراهن بشأن تسوية الأزمة في سوريا، بما في ذلك مهام محاربة الإرهاب على أرض الواقع وتنفيذ قرارات الاجتماعات الدولية حول سوريا في أستانا والأعمال التحضيرية للجولة المقبلة من العملية السياسية في جنيف. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تصدوا للعدوان على قرية عراق بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية. المصادر أعلنت أن عشرات الشبان الفلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من قرية عراق بورين، ما أدى إلى إصابة شاب، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا آخر ونقلته إلى معسكر حوار العسكري ومدخل القرية عبر حاجز عسكري، وشرعت بعمليات التفتيش والتدقيق في هويات الفلسطينيين. في خبرنا الأخير، استشهد وأصيب 9 عراقيين جراء تفجير إرهابي انتحاري استهدف مدينة المقدادية شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى. إلى ذلك حررت القوات العراقية ناحية عكاشات بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين، وفتحت القوات طريق تقاطع عكاشات على الخط الدولي باتجاه عكاشات. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا علا أبو خضر من غرفة الأخبار. وهلا كملين أكيد بآخر فقرة من صباحنا غير، ووصلنا أكيد للفقرة الطبية. أكيد فرح، مساحتنا الطبية لليوم مع الدكتور حاج إبراهيم رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية. رح نسلط الضوء على مشكلة صحية بتصيب العظام، وهي الكيسة العظمية اللي بتتكون بشكل ثقب داخل العظام مملوء بسائل. هي مشكلة ممكن تصيب الإنسان بأي عمر، لكنها أكثر شيوعا عند الأطفال. البعض بيسميها الورم الحميد، لكن إمتى بتتحول
إلى مشكلة صحية، كيف بتم علاجها؟ كل هالأسئلة رح نستفسر عنا أكيد مع الدكتور جهاد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أكيد عم نحكي تحت الهواء أنه ما بدنا نخوف العالم، هي فعلا مثل ما كمان حكينا بالمقدمة ممكن تكون أورام حميدة وممكن تكون مجرد مشكلة صحية تتعالج. خلينا نوضح أكثر شو هي الكيسة العظمية. الحقيقة الكيسة العظمية هي عبارة عن كيسة حميدة بتصير حوالي بين السن 3 إلى 19، أكثر شيء بين 4 و8 سنوات، بتصيب العظام الطويلة أقرب ما يمكن للنهاية العلوية للفخذ أو للزنبوب أو للعضد، هدول أكثر أمكنة. نعم. تتواجد أحيانا بالسلاميات، تتواجد أحيانا بجناح الحلق فيه، بتتواجد أحيانا بالعقب، لكن أكثر أحيان هي بتتواجد بالعظام الطويلة للفخذ والعضد. هلأ هي في جدل على أسبابها، ممكن يكون عنا نحن نتيجة انسداد ما بين الشريان والوريد بيؤدي إلى نتوح خارج ظل الحلقة هاي، فبصير عندي أنا تشكل كيسات. هالحقيقة الكيسات هي تكتشف بالصدفة، يعني ما إلى هالأعراض كبير، يعني غالبيتها تكتشف بالصدفة. الأعراض إلى هي ممكن تكون إذا وصلت لمرحلة تصير شوية ورم وبعض الأحيان ألم. نحن براجعنا الحقيقة بمشفى ابن النفيس بالعيادات أو حتى بقسم الإسعاف برب بسيط بنكتشف عنه المريض كيسة هو ما بيعرف. هلأ الكيسة ما بدنا ناخذ نحن هالصدى الكبير كيسة أو ورم أو هي عبارة عن كيسة الصور الشعاعية بتشخصها، بتعطينا حقيقة شو هي شو طبيعتها وتتماثل للشفاء. يعني هلأ نسبة بسيطة جدا منها لحتى تصير باتجاه الخبث، لكن قليل جدا يعني نادر. مثل ما قلت لك أنا بتجي لعنا المريض على المستشفى بربض مصور بطلع عنا كيسة. الكيسة بتكون حوافها بيضوية ممكن تتواجد في النهاية العلوية وبعض الأحيان بتهجر للفخذ. بيكون بقلبها في سائل، هالسائل الحقيقة بيحتوي على كمية كبيرة من بروستاغلاندين E2، بيخف نسبة البروستاغلاندين عند حقنه في الكورتيزونات ميثيل بريدنزولون. هلأ اللي بصير معنا نحن أنه هالكيسة هي شفاء يتم أحيانا نحن نتيجة الكسر، يعني مثل بصير عندي كسر لهي الكيسة هي بتشفى، بصير في عندي التحام تشفى. طيب دكتور قبل ما نحكي عن هذا الشفاء اللي هو ممكن يكون بالصدفة مثل ما قلت إذا شخص تعرض لكسر، باعتبار أنه هي ما بتظهر غير بالصور الشعاعية، ما في أعراض إلا واضحة، كمان مسبباتها ما أنا واضحة، طيب كيف نحن كأشخاص ممكن نحس أنه مثلا ابننا بهذا السن ممكن يتعرض لهذا الشيء؟ هل في شيء معين مثلا دراسة تبعتوها أو شيء اكتشفتوا بعض المسببات ممكن الواحد يبتعد عنا فما ينصاب بهيك شيء؟ لا الحقيقة ما في. يعني هي عبارة عن كيسة حتى عفوية. حتى الآن ما في. عبارة عن كيسة عفوية بسيطة سليمة حميدة ما إلى مضاعفات، ممكن تظهر عند أي طفل. تأثر على الشكل. هلأ هو اللي بصير التالي، إذا ما كانت هي عندي مثلا في عنق الفخذ وما تعالج بشكل صح ممكن أدي من مضاعفاتها إلى التحام معيب ويسبب أذية بعنق الفخذ ينزل. هلأ العلاج هون بقى بتصفى أنه نحن ما يسبب لنا مشاكل إذا قدرنا نكتشفها نحن طبعا غالبا بالصدفة، إلا إذا كان في عند المريض ألم ورم نعمل صورة بيطلع عنا كيسة حسب حجمها ومنوضع لها بقى خطة علاج لهالأذية هي. هلأ غالبيتهم هو نحن بنحسن نحن حقن بالميتيل بريدنزولون، هو عبارة عن كورتيزون يحقن في الكيسات لفترات أكثر من فترة والنتائج جيدة جدا، تعطي نتائج مرضية بهيك أزيات ومنراقب المريض. ومنحنا بعض الأحيان أنه في عنا كيسات بسيطة صغيرة منحطها تحت المراقبة فقط لا غير دون أي تداخل جراحي. هلأ أحيانا بيروح الطفل وبيجي لعنا مكسور وبالحقيقة من حسن حظه، فنحن لازم أنه في المرحلة هي وقت بصير في كسر لازم نضع الكسر نهايتي العظم في الطريق الصحيح، يعني نحن يكون ما في يكون عندي تزوي، ما بيكون في عندي ميلان، ما
ما بيكون في عندي اي وضعيه شاذه للعظم، بنحطه نحن بوضعيه صحيحه بالحين العظم بشكل جيد جدا والنتائج مرضيه جدا للكيسه اللي نحن بنسميها بون كيس سوليتر كيس، يعني الكيسه الوحيده اللي ما في عندها مضاعفات بتلحم بشكل جيد وما بتخلف اي مضاعفات اخرى، خاصه هدول الكيسات ما بيوصلوا لخطوط نمو المشاش، الخط النمو هي ما بتخترقه وهي هي اللي تميزها عن الكيسه الخبيثه اللي هذيك بتخترق خط المشاش، ممكن تخترق كمان القشر اللي نحن بنسميها من الخبث، هي ما بتخترق الى محلات محدده ممكن بعمر معين، والحقيقه هي بعد سن البلوغ هي بتوقف وبتنتهي. هلا ممكن تنكس؟ ايه ممكن تنكس، حتى بعمل جراحي حتى بتجريف ممكن تنكس هالشيء هذا، ولكن الغالبيه نحن اذا كنا نحن حريصين على متابعه الازياد هي نتائجها جيده بالعلاج. نعم. كمان دكتور خلينا نحكي عن العلاج، لما امتى ممكن نحن فعلا نلجا للعلاج الجراحي واستئصال هي الاورام؟ امتى فعلا يعني لما بنقول نحن في نسبه لو 1% انه تتحول من اورام حميده الى اورام خبيثه، فهي كمان نسبه ما فينا نستهين فيها حتى، لانه المرض الخبيث يعني كل الناس اكيد بسعي دائم انه يكونوا بوقايه منه. الحقيقه شكرا لسؤالك كثير دقيق. هلا الكيسه تشخيصها لا يتم الا بالخزعه. الكيسات البسيطه هي بالصور الشعاعيه وبرنين المغناطيسي وبالبزل ببين معنا. هلا الكيسه تكون لها توضعات معينه، يجب التداخل الجراحي، واذا كانت كبيره يجب التداخل الجراحي ووضع طعوم عظميه حتى يمنع التشوه مثل ما تفضلتي. هلا انت من الداخل جراحيا وقت بكون في عندي مشكله، الكيسة إذا كانت بسيطة صغيرة ما لها مسببة مشكلة بنراقبها، وتكون كبيرة وتكون عم في منطقة حرجة بعنق الفخذ بمناطق حرجة، ساعتها من الداخل جراحيا ومنحط صفائح وبراغي لهالشيء هذا حتى يحافظ، إذا ما انكسرت يحافظ على استقامة العظم. أكثر المناطق اللي هي بتزعجنا هي حقيقة عن عنق الفخذ، وهالمنطقة هي كتير حساسة لأنه إذا انكسر وما صلحنا بشكل جيد بيسبب تشوه بالمستقبل للطفل وما بيصلح، بيؤدي إلى قصر بالطرف. هلأ الخباسة مثل ما قلت لك قبل شوي، أنا نسبة بسيطة منهم بتروح باتجاه الخباسة. الحقيقة الصور الشعاعية هي اللي بتعطينا منظر، والصور الرنين المغناطيسي اللي يقطع الشك باليقين هي الخزعة. الخزعة هي بتعطينا بتوجهنا. هلأ الجراح والطبيب الشعاعي اللي له دور كبير، الطبيب الشعاعي المتمكن اللي عنده خبره بشكل جيد بيقدر يعطينا بشكل جيد جدا انه هي عباره عن كيسه حميده او ممكن يكون فيها مشاكل خبيثه، بيكتب هو التعاطي مع يفضل انه اجراء خزعه، حتى طبيب الاشعه ينصح، يعني ينصح الطبيب الجراح بانه المرحله التاليه انك انت تاخذ خزعه لحتى تقارن ما بين الموجودات الشعاعية وما بين الموجودات المخبرية وما بين الموجودات السريرية. الخزعة هي اللي بتعطينا هلا، بس اما الكيسة البسيطة مثل ما قلت لك قبل شوي هي لا تحتاج الى الحقيقة خزعة لحتى تشخص تشخصها. اما اذا كان في عندي بعض العلامات الثانية والتحاليل المخبرية الفوسفاتاز قلوية سرعة التسفل هالامور هي ثانية، نحن ساعتها ممكن نتوجه باتجاه خزعة وتداخل جراحي إذا كانت الكيسة كبيرة، إذا كنا شاكين في أنه هالكيسة هي كمان خرجت عن القشر وبلشت تدفع القشر وبلشت تخرب القشر اللي هي نحن بنفكر على طول بالخبث. نعم. طيب دكتور، هل بعد خلينا نقول خضوع الطفل للعمل الجراحي ممكن ترجع تظهر عنده الكيسة مرة ثانية أو بنفس المكان أو بمكان آخر؟ هلا هي ممكن تكون في مكان آخر. يعني هو معرض انه تظهر؟ ايه ممكن تكون في اكثر من مكان بجسم. ممكن تنكس؟ ايه ممكن تنكس هاي الكيسه. بدها تكون تطعيم بشكل جيد ومراقبه الطفل لسن ال 19 لسن البلوغ، بعد منها بتصير بقى ما عادت ترجع هالكيسه هي وبتنتهي تمام. اما ممكن تطلع بغير اماكن اذا عملنا مسح شعاعي. هلا نحن في كثير عالم عندهم كيسات عاشوا وماتوا ما لهم عارفانين انه في عندهم كيسات، كيسه بسيطه تكتشف بالصدفه بعد احيانا وما لها مأسرة، يعني ما هي. اما الكيسه الكبيره اللي عم تسوي بومبي بتنفخ بتسبب الم، هي اللي بتعطي مؤشرات اللي نحن
نعمل استقصاءات لحتى ندور عليها ونكتشفها ونعالجها. نعم. دكتور كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى تمام في وعي فعلا من قبل الناس، ما في حاله هي الرعب دائما انه لا في ورم معناتها في شيء خبيث، فدائما نحن بنتمنى انه نتوجه دائما للطبيب اول باول ونعمل دائما كل الاستشارات والفحوصات المطلوبه. شكرا لك دكتور. شكرا لحضرتك. بحب نوه بس انه مؤتمر الجمعيه السوريه للجراحه العظميه اللي حيعقد في 5 و6 10 بطرطوس، نحن رح يكون موضوع الاورام هو اخذ حيز منيح فيه ان شاء الله في طرطوس ب5 و6 10. أكيد. شكرا كثير. شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا دكتور جهاد. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا فحلقتنا لليوم وصلت لنهايتها، أكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الساعة 9 صباحا من اليوم لبكرة، تبقوا بألف خير. أتمنى لكم بقية نهار ممتع ونهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد فرح، نهار سعيد لكل مشاهدي الأخبارية السورية. أكيد ختامنا بيبقى بيحمل الأمل بوجود صمود وصمود أبطالنا بأجيش العربي السوري. لكل يلي عنده فكرة أو موضوع يشاركنا على الفيسبوك صباحنا غير. من هلأ لبكرة تبقوا بألف خير وباي باي. باي. We'll be right back.